جينا بقى لأول لعبة معانا النهارده على الترابيزة، وهنشوف بقى أيتن والأستاذ آدم هيعملوا إيه ومين هيوصل الكورة الأول للناحية التانية. جاهزين؟ جاهزين. طب يلا نحط الكورة أهو ونقول ريدي ستادي جو. الله يا دودو. آدم دخل، لا بالطبق بالطبق، إيه ده؟ آدم دخل الكورة بتاعته في أول بلوك، وكمان بكل هدوء وتروي ورقة الأستاذة أيتن زي طبيعتها من أول رحلتنا بتهوي بالراحة جدا، دخلت في البلوك الثالث. آدم برضو دخل في البلوك الثالث. دلوقتي الكورتين في البلوك الثالث، هنشوف مين هيبقى بيدخلها الأول في البلوك الرابع. برافو يا آدم. آدم هيخرج ولا إيه؟ آدم هيكسب ولا إيه؟ شكل آدم هيكسب. آدم خرج بره خالص. حسب الحق هلحقها زي من هنا من هنا من هنا. يلا، لا من هنا، تعال من هنا، يلا. ها مين فيهم اللي هيكسب؟ آدم من غير إيدك ما تهزرش، هي دخلت هنا. يلا يلا، مين إحنا دخلنا فين؟ إحنا فين؟ إحنا فين؟ وريني. جرب تكنيكس تانية للتهوية، نجرب يمكن تنفع، نجرب حاجة تانية. ماشي آدم، إيه مركز جدا جدا جدا. مين يا ترى اللي هيكسب الأول؟ مين هيطلع الكرة الأول؟ مش ممكن آيتن، مرقة دي مش هتنفع مع الكرة بالشكل ده. أيوة يا آيتن. يلا يا دودو قرب قوي. آدم وآيتن في نفس الحتة تقريبا، مين اللي هيطلعها الأول؟ ماشي. ها ها، الله الله الله، آدم ولا آيتن؟ مش ممكن، نفس الموضوع، نفس المشكلة، بيواجهوا نفس المشكلة، بيواجهوا آيتونا. إيه اللي كسبت الأول؟ وآدم خلاص كان على وشك إن هو يطلع، ولكن آيتن هي اللي وصلت الأول. برافو يا آدم، والله شطارة حلاوة طعامة على جنبي كده. تعالوا نكمل ألعاب الترابيزة ونشوف إخواتهم هيعملوا إيه.